مشاهدينا في كل مكان تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي. أي دور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنمية اقتصادية فعالة تسمح لنا بتجاوز الأزمة التي تعيشها بلادنا بعد تهاوي المداخيل من العملة الصعبة بسبب انهيار أسعار النفط والذي يشكل ما يقارب 98% من الناتج الداخلي الخام؟ هو موضوع نقاشنا اليوم في برنامج الحوار الاقتصادي الذي يعود بالتحليل والإطراء إلى فعاليات الجامعة الصيفية للأفسيو في طبعتها الثالثة والتي اختلفت شكلا ومضمونا عن سابقتها. جامعة أشرف على افتتاحها الوزير الأول أحمد أويحيى بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد وأرباب العمل. وإن كان العرف أن تخرج مثل هذه اللقاءات بتوصيات ترفع إلى الحكومة لمحاولة إيجاد حلول لها، فإن هذه التظاهرة ميزتها الالتزامات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة تجاه المؤسسة الاقتصادية. المركزية النقابية وعلى لسان أمينها العام عبد المجيد سيدي سعيد رافعت بقوة لخيار دعم المؤسسات الاقتصادية وضرورة خلق شراكات عمومية خاصة لتفادي إفلاس وغلق بعض الشركات العمومية. أما عن تدخلات أرباب العمل وإن وصفت بالخاصة فإنها تعكس المشاكل الحقيقية والميدانية التي تعرفها أو تعيشها المؤسسات الخاصة. إذن نفتح اليوم هذا النقاش ونعود من خلاله إلى تدخلات الوزراء في الورشات والاقتراحات والتدابير التي تم اتخاذها. هل ستلتزم الحكومة بتجسيد كل هذه التدابير وبأي آليات؟ وهل المؤسسات الخاصة بإمكانها رفع التحدي؟ إذن سنحاول الإجابة على هذه الانشغالات وأخرى في بلاتو برنامج الحوار الاقتصادي الذي يستضيف اليوم أولا محمد بايري نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. أهلا بكم سيدي. معنا أمين بوطلبي رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير. أهلا بكم سيدي. ومعنا ريدا تير محلل وأستاذ في الاقتصاد. أهلا بك سيدي وشكرا لكم جميعا على تلبية الدعوة. وقبل أن نفتح النقاش كان الوزير الأول أحمد أويحيى لدى افتتاح أشغال هذه الطبعة الثالثة من الجامعة الصيفية للأفسيو قدم التزامات الحكومة تجاه المؤسسة الخاصة وطلب من أرباب العمل المساهمة والمبادرة في نقاط سبعة سنحاول التفصيل فيها ونقاشها في هذا البلاتو بعد أن نستمع إلى تدخل الوزير الأول في الورشة الأولى خلال افتتاح هذه الجامعة ونفتح بعد ذلك النقاش. Dans 10 ans, l'État algérien doit revenir à sa mission de régulateur. Et ce sera un grand apport au monde des opérateurs. Pourquoi ? Parce que peut-être dans 10 années, nous n'aurons pas toute la latitude de souveraineté économique que nous avons aujourd'hui. C'est une bataille qu'on peut gagner ensemble. Il faut avoir la lucidité de dire qu'elle est cruelle. Et donc, se préparer déjà à des mutations, on a 10 000, 20 000, 30 000 entreprises qui font que nous avons vécu la crise sans pénurie, que nous avons vécu la crise avec beaucoup de production locale. إذن بلغة الصراحة والشفافية وبعيدا عن الشعبوية، الوزير الأول أحمد ويحيى يقول لكم يا رجال الأعمال عاونونا نعاونوكم. ما هو المغزى من هذه العبارة سيد بايري؟ الوزير الأول يقدم التزامات الحكومة في 10 نقاط ويطالب بمساهمات ومبادرات من أرباب العمل بصفة عامة ليس فقط الأفسي في 10 مساهمات تطلبها الحكومة من رجال الأعمال. كيف قرأتم هذا التصريح للوزير الأول عاونونا نعاونكم؟ تفضل.
شكرا شكرا على لا طيب. شكرا على واجب لا شكرا هي اولا نتوجه بالشكر لمعالي الوزير الاول نعم السيد احمد يحيى الذي لبى الدعوه نعم على المنتدى وشرفنا بافتتاح اشغال جامعتنا وشارك في نقاش بناء وواقعي نعم. حول كل قضايا الاقتصاديه المطروحه على الساحه الوطنيه نعم اما الان سؤال اللي بديتي بالنص تاع البدايه تاع لو ديبا نعم. احنا اليوم بحاجه الى رص الصفوف والمشاركه الجميع من اجل تشخيص النقائص ووضع البدائل لنهضه اقتصاديه مستدامه تعاوننا نعاونكم الحكومه تدرك جيدا دور ووزن المنتدى اللي كانوا في القاعه ثم من اجل تحسيس المؤسسه الاقتصاديه وعلى تجنيد العمل الكبير الذي يجب ان تلعبه في ظروف راهن في اطار تكامل وتنسيق تام بالجهاز التنفيذي. خلينا نكون اكثر بساطه اكثر بساطه ونتوجه مباشره للمشاهد ما معنى عاونونا نعاونكم؟ هي شوفي كيفاش جات السؤال جاء من سؤال احد المتدخلين باش شوفي باللي كان تدخل بكل شفافيه نعم وكلنا لاحظنا يعني كنا لاحظنا بكل روح كان لازم يسمع الوقائع اللي تعيشها المؤسسة والعراقل اللي كاين بزاف في المؤسسة ولا في الإدارة نعم. ثم اللي تكلم هو كان يقصد السوق الموازية كيفاش نعاونوه في السوق الموازية وكان السؤال من القاعة كان على السوق جوستومون كان على السوق الموازية باش اللي راه في الانفورمال يولي في الفورمال سيتي لا كيستيون هذيك سيتي على لا طاب نعم كان على لا طاب قلنا له باللي كاين عندنا بزاف لي غروسيست اللي يخدموا على 2% 1% دو 1% دو مارج ما يقدرش يدير لك كيما ما يقدرش يدير لك يزيد السوم المضاعفه تاع لي 2% تاع لا طاب هذا ما يخلي لو غروسيست يخدم باللي كان شاف باللي هذه من تاكس انجوست وكل الخبراء او هنا الخبير يتكلم عليها كل الخبراء لي زيكسبير فينونسي كانوا يتكلموا عليها وقالوا باللي سي تاكس انجوست هذه اللي تدي لو مارشي انفورمال خليهم يخدموا سون فاكتوراسيون ومن هذه فوالا ومن هذه يكون تعاوننا نعاونكم اعطونا كيفاش نتعاملوا ربما ايضا السيد بايري كان يقصد انه كثيرا من المتعاملين الاقتصاديين يعني هنا في الجزائر اصحاب المؤسسات ايضا تتعامل بغير الفوتره يعني تبيع سلاحها بدون فوتره نو ماشي تاع كان يقصد يعني تشارك تساهم نوعا ما في السوق الموازيه هذا ما قالوه يعني المشكل منين جا المشكل ها والمشكل منين جا من لاطاب كان في 2011 نهار كانت المظاهرات لما كان القانون على الشاك وعلى الفاتوره والمشاكل ناضت نعم. المظاهرات في 2011 نعم. ما تنسيش على جا لاطاب اللي بدات من لي غروسيست من ثم بدات من بعد عاود الحكومه تراجعت نعم حنا لما تراجع باش تنحي لاطاب والغيغو لو مارشي كيما يكون في وش يعني لحد الان لاطاب مازالها بوغ لي غروسيست كي يكون في البلدان المتقدمه والبلدان المجاوره لكن لاطاب اليوم السيد تير مازالها 2% فيما يتعلق بلي غروسيست 1% بوغ لي برودكتور دوكو نعم تفضل باش نرجع فقط للموضوع اذا نحن في لب الموضوع تفضل نعم. الاصل هو اذا تعلقنا من اشكاليه الاقتصاد الموازي في الجزائر نعم. مشكلته اعمق بذلك مشكله ليست غير في الفوتره اللي عنده عندك مشكلتين اساسيتين هما القيمه في الجمارك لا فالور اون دوان والجزائر ما قدرش تحكم لحد الان عن طريق مديريه الجمارك في القيمه، ما معنى القيمه لدى الجمارك؟ وكيفاش نقارنوها بلي بيخي ترونسفير على ليترونجي؟ هذا يسوى 3 دولار في الخارج كيفاش نتعاملوا معاه هنا بالدينار الجزائري الى اخره، اذا لا فالور اون دوان كوم لا فاكتوراسيون هذوما 90% لب المشكل في ما قدرناش لحد الان نديروا اون فالور فورشيت بور لي برودوي سيد بالطريقه التقليديه اللي تشتغل بها الادارات العموميه حاليا ما كاش حلول. نعطيك مثال نعاود نرجع فقط للاطاب، لاطاب لانه ولات ابيزيف هي ضريبه
تدفع على راس على رقم الاعمال. نعم. هذه طريقه جد متخلفه في الانظمه الضريبيه في العالم. الانظمه يعني حتى تكون مؤسسه ما تخدمش ما تعملش. نعم. ما تعملش تخسر. عندهاش امبيلون دونك اذا ما عندكش الشيفر دافير تخلص لا تاكس لا يبقى نظام غير عادل. صحيح. ونعرفوا من خصائص النظام الضريبي انه عادل في على العموم. هذا من جهه. احنا لاطاب واش هي؟ هي 196 الى 200 مليار دينار جزائري في ميزانيه الدوله. ما يقدروش بعده حلول يلقاو. انا اقترحت في فتره معينه انه يمشي يدير البياج تاع لوطوغوت ويضمن فيه مدخول في في, نعم. في, في الخط الجبائي هذا. نعم. اللي عندك قبل ما نفصل لا تاكسو. نعم لا 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 هو المشكل اشكاليه الدوله انها تعتبر لاطاب كمدخول في وبالتالي تغني به ميزانيه الدوله وكذلك تمشي للفون دو بيريكواسيون الى اخره. هذه حاجه لازم نتخلاو عليها نهائيا. ايضا النظام الضريبي هو في حد ذاته مشكله وعائق. اعطيك امثله ضريبيه في افريقيا. خلينا قبل ما تعطيني امثله ضريبيه نخلي نبقاو في النقطه الاولى. سيد تير كيف قراتم تصريح او مداخله الوزير الاول احمد ويحيى فيما يتعلق انه يطلب من رجال الاعمال عاونونا نعاونوكم؟ يعني ما هي قراءتكم كخبير؟ تفضل. صحيح. حتى وانا في السابق كنت متفائل بعوده ويحيى للحكومه بحكم انه تعدى على الحكومه في عده مرات وكذلك يعرف خبايا الملفات الى اخره. لكن هذا النوع من الافكار ينم عن هشاشه السياسات العموميه لي بوليتيك بيبليك دو ليتا. اذا رحنا السياسات العموميه اللي نعرفوها في الدوله سياسه التشغيل سياسه المال سياسه الاقتصاد سياسه النقل وما الى المرافق العامه. احنا لما الدوله تنزل بهذا المستوى تمشي les usagers du service public ou la MSSA, les opérateurs économiques, on a un problème. On a عدم اداء الاداره على مهامها على احسن وجه. هذا نقص في الفعاليه نقص في الاداء. احنا الموضوع اللي المطلوب في الجزائر هو التفكير حالا في اعاده هيكله الدوله لا ريفورم دو ليتا. حتى رئيس الجمهوريه من سنوات الفينات من اخر التسعينات وبدايه 2000 كان ينادي باصلاح باصلاح الدوله. اصلاح الدوله يختلف عن اصلاح الاداره لانه لازم نمشي لاصلاح الدوله ونحسن باش نوصل الى لو بون سيتويان. هذا لو بون سيتويان كاين بخاتيك من بعد با ليكونومي ليغاليزي الاقتصاد الموازي هو مسموح به في العالم. نعطيك مثال. نعم. لي بي دو سيدي لا مويان تاعهم 15% على المانيا. ديفينيسيون دو لانفورمال سي لو ترافاي نون ديكلاري لي ترانزاكسيون ليغال نون ديكلاري. احنا في الجزائر سي الاقتصاد غير شرعي ليكونومي ليغاليزي قالها هو فيها بوكو دو ترافيك بوكو ديفازيون بوكو دو فالسيفيكاسيون ترافيك تاع الشركات الكوميرس اي سورتو لا سورتي ماسيف دو فيز. هذه واش تدعي؟ تدعي تدخل في السياسات العموميه. انا نقول له عذرا رئيس الحكومه او السيد الوزير الاول ماهيش مشكله رؤساء المؤسسات هي مشكله انه يقضيو على السوق الموازيه. نعم الاداره العموميه لانه السياسات الجزائريه سياسات ذات قصور. هي ديجا انا نعتبرها سيدي ميزور باك ماهيش دي بوليتيك بيبليك او سونس بروبر دو تيرم. نعطيك مثال فيها مثلا لو فينومين دو باساجي كلونديستان لي جون كي فول بينيفيسي دان بيان بيبليك وما يخلصوش. خلينا في الاقتصاد. نعم خلينا في الاقتصاد. هي كاينه حاجه كاين لا كونتريبيسيون تاع لو سيكتور بريفي القطاع الخاص في المدخل في البي اي بي في سنه 2000 كان 41.7 وصل في 2016 ل 67.8%. وباغي المحروقات راح من سنه 2000 ل 74% حتى ل 85.1% في 2016. باش تشوفي باللي القطاع الخاص مايغري هاد المشاكل والعراقيل راه ينمو تفتح له غير شويه برك يبي مونسيبي ينجم يزيد ينجم يزيد يطلع. وكاين نقائص اللي عطلونا بزاف. سنتطرق الى هذه النقائص فقط كما دخلت. تفضل السيد امين بوطالبي في نفس هذه الفكره. بسم الله والصلاه والسلام. ماذا ينتظر من المؤسسات؟ نعم تفضل. اولا نباركوا لافسيو على النجاح الجامعه الصيفيه. نقول لهم ككلمه لازم تستغلوا الفرصه باه تقلعوا كامل لي موتور لانه الوزير الاول قال لكم يلا نتعاونوا. والجزائر الان الجميع ان شاء الله اكيد الجزائر اليوم محتاجه كل لي باترونا محتاجه كل المجتمع المدني محتاجه كل واحد فاهم حقيقه الازمه. لان الجزائر مش وحدها راهي تمر بهذه الازمه الماليه من اسعار البترول. الازمه راهي كل الدول العربيه تمر بها
كل منطقة أوروبا راهي تمر بها، فاحنا لابد علينا أن نتحرك جميعا، نحط اليد في اليد، بنبنيو جزائر قوية، جزائر متميزة، وعندنا كل الآليات باه نبنوا جزائر متميزة، لكن لابد علينا أن نفكر جيدا. نعم. ما هي قراءتك؟ من أين نبدأ؟ ما هي قراءتك؟ القراءة بالنسبة للخطاب تاع السيد الوزير الأول، هو كان صريح جدا مع المتعاملين الاقتصاديين، بحيث أنهم حط لهم خارطة الطريق، أو حط لنا كامل خارطة الطريق، من أين يجب أن نبدأ؟ أنا أعطيكم 10 أمور، أنتم عاونوني في 7 أمور. ونتوكلوا على الله ونعاودوا نقلعوا من جديد. يعني شيء إرادة قوية من الحكومة تريد إصلاح المنظومة الاقتصادية. تريد إصلاح المنظومة الاقتصادية. في المتابعة تاع الانفورمال ومشي الانفورمال، أنا أظن أن الحكومة هي دبر راسها. وهذا هو سؤالي. المتعامل الاقتصادي بأن نكونوا صراحة، ماذا به يربح؟ صحيح. يحوس الربح تاعه. والان الازمه كامل الان يخسر السوق ثاني اكيد يخسر. والان الازمه كامل وين رانا حاصلين في ازمه في كلمه واحده على ما اظن، ازمه الثقه. وهذا هو لما يثيق، هذا هو المشكل. لما يثيق هذاك مول لاجونس دو فواياج بار اكزومبل اللي راه يحول الملايير الدولارات ويخرج من الجزائر الى اسواق اخرى بلا فورمال، لما يثق ما يروحش للسكوار، يقول يحطهم في البنكا ويخرجهم كذا. بما انك تكلمت على تفضل يسمح لهم نلقاو لهم اليات. نعم نلقاو لهم اليات. نعم بما انك تكلمت على مشكل الثقه، كان الامين العام للمركزيه النقابيه خلال تدخله ايضا في جامعه الأبسي الصيفيه كان تطرق الى هذا مشكل الثقه، وقال انه مشكل الثقه لازم نعالجوه وبقوه وباسرع وقت ممكن. سيدي سعيد رفع ايضا لخيار دعم المؤسسات الاقتصاديه وخيار توجه المؤسسات المفلسه يعني العموميه الى ابرام شراكات مع المؤسسات الخاصه في اطار البي بي بي. كما تطرق سيدي سعيد إلى البيروقراطية الكبيرة التي يعاني منها المستثمرون لدى إيداعهم ملفاتهم والقيام باستثمارات في بلادنا. نستمع إلى تدخل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد ونواصل بعد ذلك النقاش. هذا ستاتيك utile pour l'investissement dans l'environnement. Un baliseur. Un jeune qui veut se lancer dans ce processus. Un baliseur pour broyer les déchets médicaux. Alors, il doit avoir l'autorisation de 21 départements. D'abord, initialement, il faut qu'il ait l'autorisation de l'APC, une pré-autorisation. Après, il doit préparer 21 dossiers à envoyer à chaque. Je ne vais pas les citer pour ne pas créer de conflit. Ensuite, une fois qu'il a terminé ce circuit, il doit aller vers le Wali qui doit lui donner l'accord pour aller chez le président de la PC et attendre l'autorisation définitive. 13 mois. Et c'est un jeune. Il va créer un baliseur. Il brûle les médicaments, quelques ordures. Donc il est utile pour la société. Alors, que si on allège ça, gagne en espace d'une semaine, tu as ta décision. Et imaginez, il mobilise un capital. Est-ce qu'il doit acheter la machine ou pas? Parce que c'est toutes ces contraintes. Si sa voiture à l'acheter et qu'il n'a pas l'autorisation, ça peut arriver. Parce qu'il suffit que sur les 21, ça marche bien. Que un dise non, il n'a pas d'autorisation. Alors que je dois alléger au maximum quel acte d'investir. Moi, je l'ai dit, je le répète, devant vous, devant Dieu, devant ces hommes. Il déclare, il crée de l'emploi, il déclare ses impôts, il déclare sa sécurité sociale. هذا ما يديرهاش أنا البرومين قلته عليه. يعني devant vous. التعليق لكم، تفضل سيد بايري. هذا التدخل تاع وكان تدخل يعني هام جدا. فوالا نحييه كثير، كان تدخل هام وواقعي. وفي صلب الموضوع. في صلب باش شوفي باللي السنديكاليست كيفاش
يخمم وغير باش يخلق مناصب بالشغل. وحنا وين تعطل تاع مناصب بالشغل وين كثره البطاله منين يجي من البيروقراطيه. صحيح. اليوم اليوم رئيس المؤسسه ولا تاجر ولا نحييه على الشجاعه اللي راه يخدم فيها باسكو فيه حرب دائم ومستمر دائما مع محاربه البيروقراطيه اللي ما تخليهش يخدم وما تخليهش يديفلوب. باش نقول لك من القطاع الخاص بهذه المشاكل اللي كاين اليوم هو عندنا شحال عندنا في 2000 كنا في 60% الان انا فايتين 70% مناصب بالشغل جايين من القطاع الخاص. نقدروا بزاف لما يصير في جوج حوايج صغار نحلوهم في الاداره والمؤسسه تمشي ويكون استثمار وتكون احنا ماشي متخوفين من الازمه. والازمه تاع الان مع في السابق ماشي كيف في 86 ما كانوش مؤسسات خاصه اللي كانوا بهذه القوه. هنا في 2016 2017 بقوه وانا نقاوموا مازال نزيدوا نقدروا نفذوا التحدي تاع الازمه. احنا ماناش متخوفينها مي خلي كيما كان يتكلم سعيد ماجد يعني نسهلوا الامور للمتعامل الاقتصادي. هذه تجي من عاوننا نعاونكم. نعم. هذا رد هذا رد تاع من عاوننا نعاونكم. اذا انتم تنتظروا اولا ان الحكومه تقوم بروح المبادره السيد بوطالبي لرفع هذه البيروقراطيه القاتله، يعني فيما يتعلق بانشاء المؤسسات، فيما يتعلق بلو سويفي تاع المؤسسات، فيما يتعلق بتسويق السلع، فيما يتعلق بتصدير هذه السلع للخارج، ونشوف البيروقراطيه يعني اللي نخرت جسد الاداره الجزائريه ولا زالت تتحكم في الاقتصاد لحد الان. هل تسيير الاقتصاد اليوم اداريا راح نقدروا نجسدوا ما التزمت به الحكومه او ما التزم به المتعاملون الاقتصاديين؟ تفضل. والله البيروقراطيه هربت الكثير من المستثمرين الاجانب. وهذا هو كاين مستثمرين اجانب مثلا جبناهم وحابين يتلاقاو مثلا بولات ولا بمسؤولين يقولوا له بالاثنين، الاستقبال غير بالاثنين. صحيح. روح الاثنين. يعني يستنى ممكن اسبوع ما يقولوا اسمح لنا البلانينغ راه معمر، اصبر الاسبوع الجاي. احنا لابد علينا ان نعرف كيف نستغل الفرص. والبيروقراطيه هي في الذهنيه مش اداره. في وقت الناس تبحث عن مستثمرين يعني نعم كل يعني الدول تبحث الان عن مستثمرين تبحث عن راس مال اجنبي يدخل. نعم. يدخل يعني مليح انه نبحث على فرص جديده باه ندخلوا اموال وندخلوا مستثمرين حقيقيين من الخارج باه يدعموا الخزينه باه يدعموا يدخل لك عمله صعبه يعني مباشره. تخيلي كاين مشاريع مثلا في الفلاحه الان عاجزين اصحابها اخذوا مستثمرات وعاجزين باه يقلعوها، نقدروا نجيبوا مستثمرين اجانب اللي يبحثوا والدول تاعهم دايره ميزانيات خاصه لدعم الفلاحه مثلا. نقولوا على سبيل المثال السعوديه، الصين، تركيا، روسيا، كاين العديد من دول، المانيا، الاتحاد الاوروبي كمنظمه، كلهم يدعموا الطاقات المتجدده، يدعموا مثلا الفلاحه. لابد علينا نعرف كيف نستغل هذه الفرص. لكن في هذا الاشكال يعني تكلمت على الفلاحه سيد بوطالبي، هذه المزارع اللي تكلم عليها لايتي اتريبيي ومن بعد في حكومه سابقه توقف يعني الغاو هذه لي زاتريبيسيون، الان ما ناش عارفين مصير هذه المزارع لحد اليوم، وكثير منها راه يعاني من مشكل التسيير ومشكل يعني تقهقر. هذا هو مشكل الثقه في الاول. هذا مشكل الثقه ومشكل انه كل حكومه تجي عندها سياسه مختلفه تماما عن سابقتها. كمل تلعن اختها. كل حكومه تجي تقول لك انا مش كما الاخرى، انا حاجه جديده. انا لا اتكلم عن المستثمرات النموذجيه، نتكلم على المستثمرات لاستصلاح الاراضي. نعم. اليوم مثلا عندنا اراضي، يعني بين قوسين ذكرتني بما حدث. نعم. فيما يتعلق اخذوهم اصحابهم منذ 10 سنوات ولا 7 سنوات، ونسمعوا كل يوم يعني نفس الرنه نسمعوها من الحكومه انه رايحين نزعوا لهم، لكن لليوم ما كاينش. اللي ما استغلوش. نعم. هذا موضوع اجراء اندار، وراهي الولايه وراهي البلديه وراهي يعني الاداره اللي لازم تخدم شغلها وراهي. ايضا نضيف كلمتي للسيبايري، القطاع الخاص في كل دول العالم هو اللي نمى الدول مش القطاع العام. صحيح. القطاع الخاص لماذا؟ لانه يكون عنده مصلحته الشخصيه. كاين مؤسسات بها ديزونتبريز فاميليال تولي مصلحته هو انه لازم انا نربح، لانه ربح هذا اللون دافير، ربح هذا رجل الاعمال وربح هو جزء من الدوله. صحيح. لانه لا ربح هو خلاص احنا ربحنا.
فلابد علينا نعرف كيف هذاك لون دافير نخلوه يربح. هذاك اللي حب يدير خلوه يصنع، اللي عنده فكره خلوه يكبرها، اللي عنده ابتكار. لكن في ظل ذهنيات تأبى يعني الانتقال من النمط الاشتراكي المحض يعني الى تفتح نوعا ما مع الابقاء على الجبهه الاجتماعيه كما هو في برنامج رئيس الجمهوريه، عدم المساس بالجبهه الاجتماعيه، تأبى التغيير. هناك ذهنيات لا تريد ان نتجه نحو الانفتاح وتريد التسيير الاداري المحض للاقتصاد. تفضل. نعم، هذه ذهنيات التغيير الا عندها ديزانتيغي. صحيح، الاقتصاد عندهم ديزانتيغي. احنا المطلوب من الدوله هو كيفاش ننستال لي ميكانيزم دانسيتاسيون للموظفين ولا للمسؤولين العموميين. انا راني داكور المبدا العام في العالم هو الاقتصاد الخاص او القطاع الاقتصادي الخاص هو الاله في 90% في الولايات المتحده دي بي ام، وخاصه في الكاس دو سيس سون دي بي ام سو سون با لي غران بروديكتور كيما الناس تهضر. مثال في نجاح ايطاليا نجاح كل الاقتصادات مبني على المؤسسات الصغيره والمتوسطه. لكن يعني لكن في اي اطار المؤسسه الاقتصاديه، المؤسسه اللي اولا يكون نزيه ويكون مخلص لوطنه وكذلك ما يديرش تهريب مثلا، ثم اثنين يعمل على التكنولوجيا وعلى توطين تكنولوجيا في بلده. احنا مثلا على القطاع الخاص الاقتصادي الجزائري ما قدرش يطور، كاين عوائق قانونيه حاليا قوام في القوانين. قانون 2009 تكميلي الماليه مثلا الغى عده امور من بينها فروع الشركات الاجنبيه اللي تنشط في الجزائر. هي سيتي سوسيتي دو الجزائريه عندها ريجستر كوميرس الجزائريه، هل نحيتو؟ هي سي لا ميور فاصون دو بيرميتر ا سي زيترونجي لا دو سانستالي اي دو فير ان بيزنس هنا في الجزائر. مثلا عندهم دي كونسيبسيون اوتر اللي ما نعرفوهم حنا. كيفاش يعتقدوا انه الانفستيسمون ديريكت اترونجي سي ان اندتمون؟ سي كارثيه التفكير هذا. ان انفستيسمون اون فوا انستالي خلاص سي نو بلي ان اندتمون. ثم اذا الشراكات اللي نعرفوها ما بين القطاع الخاص والعام، الشركات العموميه نحب نرجع لك عليها. نعم. مفلسه ولا غير مفلسه؟ المفلسه انا با تخو في داكيغور حكايه اخرى. لكن هناك اون ريزيستانس السيد تيغ، هناك نوع من المقاومه من العمال انفسهم. يعني لما نشوفوا بعض المؤسسات، وكان سيدي سعيد ذكر على سبيل المثال بروبليم تاع لونيام بكل الصعوبات الماليه اللي تعيشها، انها رفضت على لسان الامين العام طبعا، انها رفضت ان تدخل في شراكه مع قطاع خاص. يعني ومصيرها السيد سيدي سعيد يتخوف من مصير هذه المؤسسه، 3000 عامل مهدد ب يعني بالليسونسيمون. سيد نعم، ويمشي. هذه الذهنيات يعني لماذا يرفض مثلا نرفض ان نقوم بشراكات يعني مع القطاع الخاص؟ لماذا؟ لانه افوغ دو طون الناس مشاو، كاين عده افكار تمشي السلوك الاقتصادي للفرد. واش هي؟ ليغاليتاريزم، الاحساس بواحد المساواه انه كاع رانا كيف كيف ولا بينيفيسيو دو لا ميم شوز. وعندك ثاني لو موك ديكيتي، عدم وجود العداله ايضا في الاخر. ثم عندنا مشكل في الاتصال، وكان الحكومه شرحت لهذه المؤسسات ما هو المبتغى من نقدروا نقولوها لا بريفاتيزاسيون، وين راه المشكل؟ لا بريفاتيزاسيون توتال او بارسيال نمشي ليها، لانه عندي المحفزات باش نمشي ليها. القى لي لانسيتاسيون نيسيسير باك نمشي، لانه مؤسسه المليحه بيرفورمونت نخليها باش تتطور. نعم. ونلقى لها دي بريفي بالك يدخلوا معها بلابور تكنولوجيك بالنو هاو بالسافوار فيغ وما الى ذلك. لانه في العالم تمشي هكذا. احنا ما تنساوش لانه احنا حرانا حاليا في مشكل استراتيجي عائق حقيقي. عندنا اوروبا الي انتيغري، وعندنا افريك كي على طوندوس ماتنو دو سيت ايمرجون، او هو مشى وشاف لا ريونيو افريك افريك ايتازوني، شاف افريك اند الى اخره. وفي افريقيا حاليا عدة تكتلات فيها 8 على الاقل دي كوميونيتي ايكونوميك ريجيونال، راهم من بالاقوى مما كان. كاين غير الاتحاد المغربي العربي اللي ماهوش يمشي. هذه ما تعرفي باللي من تحتنا انتيغري لين فوقنا انتيغري. وحنا وين نروحوا؟ ما عندنا اوكين انتيغاسيون. واحد ما يخمم على الاكسبورتاسيون، واحد ما يخمم على اتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، واش جاب واش ما جاش. لو مونكا غاني دو 220 مليار دو دولار. ما فكرناش اننا حتى نراجعوا هذا الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي. صحيح. ثم مع افريقيا تسمع في 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 في, في ليزاسيس واسمو وزير الخارجيه يقول لك رانا مضينا عده اتفاقيات. لا توندونس في العالم وفي افريقيا انه الاتفاقيات اللي تخيتي بيلاتيرو دانفستيسمون لا توندونس تاعهم راحين يتانيلاو. مصر كانوا عندها 112 هي لحقت 57، جنوب افريقيا كانوا عندها 99 لحقت 60، وحنا مازال تمضي الاتفاقيات. تزيد العوائق على روحك، خلي الحريه الاقتصاديه في بلادك. ثم صحيح. نعطيك مثال نقطه مهمه لي زونتربريز بيبليك بيرفورمون. سمحي لي، اللي يو دي ديسبوزيتيف 95 2001 2003 و 2010 الى اخره حصلنا لي هولدينغ
l'église, SGP. درنا اون سول اجونس نسميوها لاجونس ناسيونال دي بارتيسيباسيون دو ليتا وين ليتا هي الملك وحاسبني بكونترا دو بيرفورمانس ودير لي ومشي للسوق جانستور لا كونكورونس ثم لا ريغولاسيون لي اجونس دو ريغولاسيون يلعبوا دورهم لاجونس دو ريغولاسيون تاع الطاقه ولا نسمع بها لكن هناك ولكن في كل في من نقول هذه المشاريع كنا هناك لي سيام السيد تير يعني كله يفوت على في لي سي بي او في لي سي نعم نعاود نرجع لك نعم. خليني فقط خلي لي سي بي او لوي ميم انا ايكونوميكمون نشوفوا اداه مسمومه ولازم تتنحى لو سي بي او لانه واش معناتها الشركه يابروفيها مجلس لمساهمات الدوله نعم. واش يديروا روح يشوفوا لي ريزولوسيون يمدوا دي كري دي بونكار ا لون تيرم 30 سنه ديفيري 7 ان 10 اون وطوبونيفي خلصوا تريزور هذو نسميهم حنا في ليكونومي سي دي زومبري توكسيك دارهم في اوروبا في الولايات المتحده لي زون بوليتيك يدير الكونتراكت الكريدي اليوم يمشي ومن بعد لي موراه 30 سنه يحصل يجي ومن بعد يقول لك انا جو دو جو فو كو التريزور ايبونج لا ديت سي انكرويابل لازم هاد الادوات نعاودو نوليو فيهم في الفوندمون تاعهم القطاع الاقتصادي الخاص يمشي ندير له الحريه الحريه التامه لكن افيك دي غارد بالرقابه نعم يخلص يكون نزيه نعم. ويتعامل مع لي زامبو يخلص يخلص ضرائب نعم. تاعو يحترم قوانين الجمهوريه كما قال سيدي سعيد لي زامبو نتبعوا نعم باختصار التدخل هو لما يكون المسؤول حس باللي القطاع الخاص ولا المؤسسه راهي لما تنشا باش تخلق مناصب بالشغل باسكو حنا عندنا لا طوندونس ما يخموش على مناصب بالشغل والمداخل فوالا اسكو ندخل لما ناسس مؤسسه رايح نعامل 100 راح نكسب 100 منصب شغل ولا نحاول لانفيرس نحاوز 100 شغل اللي يكون في الاداره ما يهموش الامر هذه قضية تاع الثقة وتاع الايديولوجية هذه لازم في دماغنا لازم نحو هذا العقدة هذه اللي راهي تكزيستي شفنا في بلدان في كل بلدان العالم لما تهضر على تأسيس مؤسسة يقول لك شحال واحد تخدم لي مناصب شغل شحال واحد تخلق لي مناصب بالشغل هنايا ما يحوش على مناصب بالشغل اون ديغي كي شغل الشعب الجزائري ما يخدمش ولا ما يحبش يخدم ولا ما يحبش هذوما نبداو بلي شوز بازيك حاجة بسيطة نبداو بها نتكلموا على القطاع العام حنا يبداو القطاع الخاص هذا شكون اللي يبعثوا كاين كل الناس يحسبوه بلي فوالا هاو يجي باش ينحي الاشاعات هذه نعم. هاو جاي يسرق هاو جاي يسرق هاو جاي يدور جاي يسرق جاي يسرح العمال جاي يسرح هذا من نقص المراقبه ولما لازم تكون مراقبه باش الانسان وتكون لا كومينيكاسيون حوار بين الاداره والمتعامل الاقتصادي دائمه نعم. هذا الشيء اللي يمشي ينحي لا احنا نبعثوا كل لما يخلق الانسان مؤسسه ولا يبدا يبان يبدا ما نبداوش على العام نبداو غير في الحومه تاعو يبدا غير في الحومه يبداو هاو دا دراهم البنكة هاو سرق هاو كذا هاو وهذا هو الاشكال هذا هو المشكل ومن بعد نضمهم للصالح العام ويخرجوا في كل الجرائد ويخرجوا في كل والان عندك لي ريزو سوسيو عندك انترنت يولي يفشل الانسان ولما المتعامل تاعك الخارجي اللي في الخارج اللي لما يشوف الوضع العام المناخ الاقتصاد يشوف الوضع ما يجيكش ما تحبي تديري مع الشركاء باش ديري غير باش تشري عليه تكنولوجيا ولا تجي به هنا غير تعمل باسكو يا دي شوز نحتاجو غير التكنولوجيا نحتاجو لو سافوار ما نحتاجوش كلش يقول لك ما نجيش ما تخوف انتم بيناتكم ماشي متفاهمين احنا عندنا المشكل عندنا النقص بزاف وعندنا في هذا اللي ما يخليش المؤسسات تتطور كما يلزم الحال في عندنا النقص وعندنا الحسد وعندنا البغض بكل ما عندنا بكل ما بلا ما عنده في هذه الليميت بلا ما عنده الليميت وبلا ما عنده دلائل ما كاينش دليل سمعنا قالوا لي يقول لك راني متاكد وهذا نعم. والشيء وهذا كاع هذا الشيء هذا خلقته الاداره من نقص تاع المراقبه تاعها والنقص تاع لا كومينيكاسيون تاعها هذه هي الحقيقه نعم تفضل خليه مد فقط كلمه تفضل قلنا الثقه نزيد له الازمه الثانيه ربما اللي تخصنا كامل كمتعاملين اقتصاديين ولا كاداريين ولا كاعلاميين صحوه الضمير لازم الضمير تاعنا يشوف باللي الجزائر اليوم
لازم تقفز إلى المراتب الأولى في الدول مثل ما عملت العديد من الدول، تركيا ولا ماليزيا، ومش معجزة ما تشفناها في كوريا الجنوبية ولا ماليزيا ولا تركيا، 8 سنوات دارت قفزة نوعية ومن تضخم كبير حتى ولت من الدول التي يشار بها ويقول لك يعني يعني ويخافوا منها العديد من الدول. هذا سهل جدا، لازمنا إرادة قوية جدا، لازمنا صحوة ضمير، ولازم الثقة تعود بين أفراد المجتمع، بين الجميع. لأنه اليوم مثلا كإعلام لابد عليه أن يلعب دور كبير جدا، دور الإعلام هو الصح، لأنه هذاك اللي في السعودية ماشي يشوف يشوف عن طريق الإعلام، عن طريق الإعلام، عن طريق القنوات الأجنبية. كاين قنوات أجنبية تدي ملخصات تحطها، والآن كما قال وتدي ما تريد يعني، نعم ما تريد يعني الإنترنت راهي تحط. وأنا نضيف للكلمة اللي قالها السي أحمد السيد الوزير الأول اللي هي اللوبي الاقتصادي. اللوبي الاقتصادي ماشي هنا السيد الوزير الأول، اللوبي الاقتصادي برا، ديروا دبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في الخارج هي من تصنع اللوبي. يعني عندنا مشكل كبير في هذا في اللوبي الاقتصادي، احنا عندنا ضعف، عندنا ضعف في حين توجهنا عندنا اللوبي هنا في الجزائر، ما عندناش لوبي هنا، هذا اللي يقول لك اللوبي. في حين كاين بعض الدول راهي تلعب على اللوبي الاقتصادي في افريقيا وفي الدول العربيه، تجيب المستثمر وتستفاد من الصناديق اللي راهي اشترك فيها، واحيانا ما اشتركش فيها وتدي من الصناديق. وفي حين الجزائر تشترك في العديد من الصناديق، احنا البنك الاسلامي للتنميه اليوم ما دخلش الجزائر، شكون يتحمل المسؤوليه؟ المتعامل الاقتصادي، لا بعده المستثمر، من يتحمل المسؤوليه؟ يقول لي انا مانيش خلص في البنك الاسلامي للتنميه، وحنا كونتريبيو يعني في لاباد، في لاباد احنا نشاركوا يعني، احنا نشاركوا ونعطيك مثال استاذ ورده، داخلين في الكابيتال، احنا عندنا المؤسسه الاسلاميه لتنميه القطاع الخاص، هذه نساهموا فيها في كل سنه بكذا وكذا مليون دولار، وعمرها ما دخلت الجزائر. صح، عمرنا ما استفدنا من هذه المساهمه، وعمرها ما دخلت الجزائر. في حين هي مستوطنه في تونس، نعم، ومستثمره 1.8 مليار دولار في ملتقى تونس للاستثمار العام اللي فات، تخيلي مدة سنة، ومتستمرة في المغرب. صح، نعطيك حاجة يعني لما تكلمنا على طلبت اعتماد باش تفتح سوسيتي ليزينغ وللدرك الملف تاعها مازال موقف نفس المؤسسة البيروقراطية، هذه بيروقراطية. خليني باش نمشيو للحلول، خلينا نشوفوا الفكرة واش هي السياسة الحكومية، الحل اللي تمدوا الحكومة مثلا في إطار تشهير. احنا اش سمعت وزيرة الاتصال في الأسبوع السابق قالت لك ندير ان بيك داتا سنتر، اسمحي لي يا سيدتي الوزيرة، احنا مثلا خصنا مثلا كيما لاكنيل في فرنسا، لا كوميسيون دو لانفورماتيك دي ليبرتي، هي اللي تحكم وتريغولي لي ريزو سوسيو الى اخره، باش الناس ما تشارش بعضها وديبو دو بلانت الى اخره، لانه هذا تجاوز امور ولاو يطغاو على الناس وكلهم ناس راقيين وناس تخدم. لانفستيسور اللي دوفون بليزيور ديفي، لومبلوا دوفون لا فيسكاليتي دوفون لي ريلاسيون انترناسيونال دوفون لا تكنولوجي، وتزيد له انت المواطنين يجريوا امور هنا في لي ريزو سوسيو. اذا لا ريغولاسيون، الوزيره كانت من الاحسن تمشي دير لا شارت هذه تاع لا كوميسيون ناسيونال دي ليبرتي دو لانفورماتيك، باش نحكموا في الناس واللي اللي غلط في لي ريزو سوسيو يخلص، باش نطبقوا القانون. ثم من جهه اخرى مثلا سياسه الدعم للاستثمار، هذه الشركات كافه فروع مجموعه البنك الاسلامي للتنميه او البنك الافريقي للتنميه، عده برامج. احنا رانا افريقيا، انا قلت في حصه من الحصص انها سيتون مناص ماشي اوبورتونيتي لينا، ونقول لك على مناص، لانه الناس كامل تستفاد في افريقيا. نعم، لي وي كوميونيتي ريجيونال لي راك، زيد امريكا عندها جرين لايت افريكا بروجرام 400 مليار دولار وهم انفستيو فيه، عندك لاباد عندها، لانه احنا لما نتكلموا على افريقيا وكانه نعم الخطر فاسيل اكسيسيبل، يعني هذا هو حديثنا على افريقيا. لا لا لا، في هذه عندي تدخل، اسمعني استاذ، لا لا اسمح لي، لحظه لحظه لحظه، في افريقيا هي السوق الجزائر، ما تفهموا زين السوق الان، لكن ليست السوق سهله. الجزائر لابد ان نفكر بالشغل بلوبي اقتصادي قوي، بالمساهمة جميعنا في حماية المنتوج الوطني، لأنه الآن نشوفوا بها نقولوها الآن في حصة في التلفزة الوطنية، كاين لبنانيين في الجزائر وكاين سوريين في الجزائر، جاو أسوا شركات تصدير وراهم يدوا المنتوج الجزائري وراهم يكدسوا في المنتوج الجزائري، يشري الطماطم ويشري البطة ويخبيها. لي مش لانه هو عنده وين يبيع، عنده اللوبي الاقتصادي وين يبيع له، بس هنا ما عندوش، راه يدي حتى اسمح لي البطاطا تاعنا راهي تروح للبنين، البطاطا تاع الجزائر تروح للبنين، ما يدوهاش جزائريين، من دول ما يدوهاش جزائريين، من دول مستهلكه كثيرا للبطاطا، لكن
لكن هذ المصدرين الاجانب في الجزائر يخضعون الى القانون الجزائري. لا يعني لا الامور مش بسهوله هذه. ماشي بهذا الحده اللي يحكي فيها. نعطيك انا المشكل لانه لازم نفهموا مليح. باختصار باختصار عندي استجابه. نعم حاليا واش كاين؟ كاين من بجوان 2015 الى اكتوبر 2017 هي منطقه التبادل الحر الافريقي اي تمشي. قلت لك لي وي زورغانيزاسيون ريجيونال عندهم مناطق حره. حنا هما ايزون بيان كادغي لوغ جو. حنا ما لقينا روحنا في اتحاد المغرب العربي معطل. دير في بالك لو كوميسا الكوميسا اللي هي وحده فيهم اي لحقت ليبيا ولحقت لتونس. تونس انضمت لو ماروك اللي يهضروا عليه. باش ما ندخلوش ما ندخلوش بزاف لي ديتاي السيد تير. هنا مشكل الدبلوماسيه الاقتصاديه. يعني عندنا دون شاك امباساد عندنا في كل دول العالم عندنا الملحق التجاري. يعني الملحق واش دورهم السيد؟ عندنا سفير. عندنا سفير يعني عندنا واحد مكلف يعني شوف السفارة سمحي لي يزوروا الولايات ويدخل عند يفطر عند لوندافير غير باه يعرف السر تاع لوندافير كيفاه نجح. يبروبوزي له في داره يقول له نجيب لك انا بتصنع لي بنو بار اكزومبل. ماشي عيب انه السفير هو يسوق للمنتوج الجزائري. انا عندي السياره اليوم انا ننتج سياره نروح نقول للدوله مش تنتج نقول لها نبيع لك سياره من الجزائر. لكن شنو يديروا اليوم هؤلاء في الخارج السيد؟ عندهم دي بوست يعني لا ما يسمح لهمش لانه والله لما نصحوا لما نصحوا الضمير تاعنا كلنا نقدروا نشتغلوا من اجل الجزائر. نعم هذا هو اللي نعم. وهنا تدخل وزير الخارجيه السيد بايري ماذا اقترح لكم؟ هذا احنا نعم باختصار باش نروحوا للاستجابات الدبلوماسيه لما دونا ان بانيل سبيسيال بور لي زافير اترونجير باسكو شفنا باللي احنا مشينا بزاف في المنتدى مع رئيس حداد الأفريقية وشفنا بلي ماشي بسهولة مي شفنا بلي كاين إمكانيات والجزائر قادرة باش قادرة يعني باش تتجه نحو السوق الإفريقي تتجه نحو السوق الإفريقي مي لازم لك دبلوماسية اللي تمشي وراء ما تقدريش تمشي البلد هل هذا متوفر ولا غير موجود هذا ما غير موجود لازم نخلقوه ثانوسي ماشي يبقاو غير موجود ونبقاو هكذا ونقولوا لكن هذا دور الحكومه لازم هنا دور الحكومه باش يكون دور الحكومه لازم الحكومه لازم تكون عندها معلومات اين دور السفارات ماذا يسوى في الميدان لما يكون في الميدان هذا دور السفارات سيد اكيد مش دور رجال الاعمال دوك حنايا ما عناش هنا بوغ فيغ دي بروسي دانتونسيون على الناس الدور تاعو كاين مشكل لا هما مكلفين من طرف الدوله الجزائريه بحمايه المشكل الجزائريه كاين مشكل لازم نناقشوه ولازم نعالجوه ونشوفوا هذه سي نوفيل بوليتيك اوسي باسكو ميم الجيريان حنايا الجزائري ولا المتعامل الاقتصادي ما كانش عنده عقليه في مخه باش ان جور يولي اكسبورتي للخارج لكن هاد البوست موجودين يعني موجودين يكون احنا لما الاوبيراتور كان هنا في الجزائر يبدا يدير المصنع تاعو باش للسوق الداخلي الان رانا نخمم اذا ما جدوى ما جدوى ما جدوى وجود ملحقين اقتصاديين في السفارات يعني احنا صافي بارتي دي دوموند تاع الطلبات تاع المنتدى باش ينشغلوا يكون هما واحد عندي استجابات يديروها بطريقه لازم لها اصلاح حقيقي لانه الدبلوماسيه الاقتصاديه لازم ديرها لبرا ولازم لها كامل ان سيستم هذيك فيها لوبي هذه اللي فيها لوبي هذا دور اللوبيات في الخارج ماشي في الداخل يعني بمساعدة بمساعدة احنا طلبنا احنا جبنا وزير الخارجية لطرح هذه الانشغال على الدعوة جاء باش يشرح لنا وباش نشوفوا كيفاش نعودوا نخدموا مع السفارات لانه هذه كثير يعاني منها السيد بوطالبي فيما يتعلق بترويج المنتوج الجزائري في الخارج. نعم هذا سنة طلب بوند كوموند من روسيا نعم 8 8 كونتينر تاع البطاطا 8 كونتينر تاع الطماطم 8 كونتينر تاع شاك برودوي اليمونتير في كل 3 ايام يحتاجوا 8 لي كونتينر لكن هنا في الجزائر في مدة 5 سنوات اظن في مدة 5 سنوات نعم السند موجود في مدة 5 سنوات ويسدوا 70% من قيمة المنتوج يعني لدى وطماطم مثلا يسدوا 50% مباشرة والله الآلة اللي تشتغل في زرع المحصول توفير المحصول بآلية 5 سنوات في حين نشوفوا بعض الدول أخرى في الفلاحة مثلا استطاعت أن تلعب دور في المشكل اللي صار في قطر قدرت تلعب دور وتغزو قطر وعندنا بعد غدوة إن شاء الله معرض الصناعات الغذائية. نعم المشكل أنه لما نصيب أزمة الدولة لازم كامل تتحرك مش المتعامل وحده يتحرك صحيح.
لازم كلنا نتحرك من أجل سوق معينة. لماذا؟ لأنه لما دعمنا المنتج الجزائري أنا حندعم الجزائر، معناتها زدت انفالور اجوتي للجزائر، أني زدت ربما وظيفة ولا وظيفتين ولا ربعة ولا عشرة، معناتها أني حققت ما لابد أنه حق. لأنه نحن نتكلم على التصدير سيد بوطالبي، ونحن عندنا مشكل يعني تمويل السوق الوطنية اليوم بهذه الأسئلة اللي عرفت التهاب كبير يعني. نشروا 3 كيلو بطاطا. نعم. مش زوج حبات. ماشي كونتينر. نعم. نستمع في قبل مواصلة المناقشة، نستمع إلى تصريحات بعض رجال الأعمال حول المشاكل التي تواجههم في استثماراتهم، رصدتها زميلة أمل محمد عوف، ونواصل بعد ذلك النقاش. هما تطرق إلى أمور وعنده علم على تقريبا 90% بالمشاكل اللي يواجهها الصناعي في الجزائر، بما فيها مشكل العقار، بما فيها بعض أماكن بيروقراطية، بما فيها انشغالات يعني كثيرة كثيرة. وهو يعني بصراحة يعني شجعنا المرة هذه نحس باللي الدوله انا مساندتنا. حنا عندنا مشكل كبير، كي حطوا لنا لي ليسونس هادو دامبورطاسيون ما قدرناش نخدموا، باسكو الحطب مش موجود في الجزائر. كتحطوا لنا لي ليسونس كيفاش راح نخدموا؟ ما كانش هنا، ما كانش غابات في الجزائر، ما كانش تسمى لو برودوي هذا لو بوا اي نيا با ان الجيري. كي حنا يديروا لنا لي ليسونس دامبورطاسيون اون بو با ترافاي، تسمى اوني بلوكي. حنا عندنا 200 امبلويي، دروك حنا كان ما تدنوناش لي ليسونس دامبورطاسيون نغلقوا، اون بو با ترافاي خلاص. دونك هنا يفوك ليطا يفهم باللي هنا اون في با سي تان برودوي لي كي اسونسييل في لا كونستركسيون في البنيه. كان كاين ما كانش لو بوا اون بو با افونسي خلاص. المشاكل البيروقراطيه، العراقيل البيروقراطيه، من مشكل العقار، مشكل تاع الحصول على التمويل عند البنوك، الاداره، يعني مازلنا نعيشوا يعني حقيقه. هذه مش يعني رانا ننتقدوا، هذا نقد بناء. On est content qu'il y ait un dialogue qui s'établit réel comme ça entre institutions et chefs d'entreprise, parce que on a l'impression d'avoir un cadre, c'est-à-dire on nous comprend, on nous écoute, et même si des fois on se plaint, ben on a quelqu'un en face de nous qui comprend, qui nous explique, qui nous dit ça c'est possible, ça ça ne l'est pas, et ça c'est quelque chose, on espère que ça va continuer sur cette voie. حنا ماذا بينا يعني الناس اللي تنتج هنا في البلاد يعاونوهم يعني surtout concernant les licences d'importation et tout ça machin. انا نسمعوا ولا نشوفوا يعني هذا بينا كما يقول لك نتقدموا. خاص لي زونتربريز لي بتيت انتربريز لي بي ام او لي بي ام او هما المستقبل. العراقيل انا قلت لك احنا بوكو بلوس نخدموا مع لي زونتربرونور. الا خلصوا لي زونتربرونور احنا نخلصوا، ما خلصوش هما ما نخلصوش احنا. ودابري لي دير تاع مسيو البريمي مينيستر يعني الحمد لله يعني راح يخلصوهم وان شاء الله فيها خير، رانا متفائلين ان شاء الله. إذا رجال الأعمال يكملوا التصريحات تاعهم، رانا متفائلين ننتظر الكثير من الحكومة. تفضل سيدي. نعم، هم الانتظار هذا كان دوم لعدة عشريات في الزمن، كل عشرية ونسمعوا نفس الشكاوى إلى آخره، وحقيقة هي شكاوى مش يعني كاين. أنا لهنا جي مونسيوني المشاكل الكلاسيكية. نعم. العقار، التمويل، إي تو سكي سونسو، يعني هناك إشكال. قلت لك دائما هشاشة السياسات العمومية في الآخر، الحكومة هي اللي لازم حاليا تمشي أكبر قدر من الحرية الاقتصادية. قال نخليه وندير لو كونترول ابوستيغيوري. حنا نفترض اقتصاديا انه جو لو سوبسون قال او يسرق او يديها ولا اخر. لا، خليه يخدم. دايوغ ماشي غير هذو، لازم يفوا على لينوفاسيون. قال الجماعه اللي يقدروا يديروا دي بارتناريا دون لينوفاسيون دون لا كرياسيون الى اخره، نمشي نخليه. ثم نمشي نخليه شراكه بحال القطاع العام. نعطيك عائق كبير اللي راح يتواجه الجزائر، لي كو فيكس تاع لي زانفستيسمون بوبليك اللي راح يجيو هما واش مفايقين لهم. هذو لي زانفستيسمون اللي درهم 15 سنه، على هنا ندعي الشركات الكبرى الجزائريه يديروا لهم انتريتمون بارتيكولي، اس ان تي اف، ار الجيري، كوسيدار، سوناتراك بالفيليال تاعها، لانه كاين دي بريفي الجيريا يقدروا يروحوا مع شراكات جزائريه تاع اللي عندهم باتريمون بوبليك يمشيوا لافريقيا، لانه افريقيا حاليا مسحقه الانفراستركتور ومسحقه البناء، عندهم ضعف تاع 40% الى 50%. لكن هناك تخوف نوعا ما من السلطات العموميه، خلينا نقولها صراحه السيد تير، انه لما نتكلموا على الخوصصه يعني تكلموا في المنتدى
في الجامعة الصيفية عن توجه نحو فتح المجال الجوي للشحن فيما يتعلق بالخطوط الجوية أو حتى البحرية، لكن في نفس الوقت هناك تخوف من بعض الطيارات، يعني ils vont privatiser Algérie, ils vont privatiser l'ACNAN، هذا هو التخوف اليوم. يعني سؤال وجيه جدا، رئيس الحكومة أنا كان محققا les affaires juteuses، أنا ما نفتحهمش لي بنك بيبليك مثلا pour la bourse، même les autres secteurs là où il y a un monopole public، أنا نفتحه إذا un monopole public أنا وقادم سير مثلا أنا ندخل فيه البريفي غير pour se sucrer على le dos تاع l'entreprise public. نو حنا l'entreprise public اللي راح l'innovation اللي راح تقدم مجهود جديد ويدخل معها لو بريفي باش يجيب جديد، ماشي يدخل باش يدي في الكابيتال سوسيال. لانه لما كان مشكل، كان مشكل تسويق السيد بوطالبي، لما كان مشكل تسويق السلع، لما كان فائض في الانتاج، كان عندنا مشكل شحن، يعني مشكل ما يتعلق شحن. كان مشكل شحن لتسويق هذه المنتوجات. لما الانسان يحب يبعث سلعته مثلا اليوم في الازمات القطريه، يحب يبعث سلعته لقطر، عنده غير قطريه فقط، ما عندناش حل ثاني. لا ولا يلافخيت من الخارج يخلصها بالعمله الصفراء ويعاود. ولماذا لا نفتح يعني اليوم الوزير الاول يتكلم على الذهاب نحو فتح جست باش نصحح، احنا في المنتدى ضد الخوصصه هذه العشوائيه ولا المؤسسات اللي مليحه دي سوسيتي اون بون سونتي، كما قال الوزير الاول وعلى احنا ماناش ديجا احنا في الاف سي او ما نتكلموش على الخوصصه، ما نتكلموش لما شفتوا في الفي تي ار هنايا الناس تعاني من البيروقراطيه، وهذا البيروقراطيه هذا والحاجه اللي مغلوقه، بس قلت لك حاجه بسيطه هذه اللي تفتح ابواب للرشوه والشبهات، هذا الشيء هذا اللي لما تفتح دوك واحد عنده قطعه ارض ولا منطقه صناعيه ولا قرض بنكي ولا يوفر كامل الشروط، ما تبقاش تبلوكي فيه، ما تبقاش شاد له في لي دوت، خليه يخدم وعمل المراقبه تاعك. حنا نطلبوا من الدوله، نطلبوا من الدوله باش تكون مراقبه ومراقبه صارمه، ماشي تعطيني المراقبه من قبل وتكون لي نيغاليتي، ما كانش عداله، فلان تمدلو فلان ما تمدلوش على اي معيار، على اي وراه المعيار وراه المقياس، من بعد ثم اللي تكون الشبهات وتكون الكلمات على بشوه كما قالك السيد معرفه لازم هذا الشبهات هذو اللي نحوهم، هذا الشبهات اللي خليه يخدم ومن بعد السوق السوق هو راجل في الميدان، السوق هو اللي يتحكم. المنافسه لما كان يدخل صاحب مصنع الحطب السيد الخشب كيما تاع هذا عضو عنا السي بوعرض يعاني عمل استثمار اكثر من 100 مليار سنتيم في شرق البلاد في ميلا اكزاكتومون في ميلا منطقه الهضاب، وكاين اكثر من 200، احنا مشينا شفنا المصنع اولترا مودرن. نعم صحيح، لي شوز تاع الباركي، لي شوز تاع الباركي الكونتر بلاكي، دي شوز لي انا اون تران دو لي امبورتي او بري فور وين اون ميتريز با لو كو دو لا سور فاكتوراسيون. هذا يجيب حطب ديريكت، يجيب لا ماتيير، طب لا ماتيير بروميير يجيبها ديريكت ويخدم هنا في المصنع ويخدم لك على حساب على حساب المعيار والميزان اللي يقدر يكسبورتيه للخارج. لا ماتيير بروميير اللي سوميز اي ليسونس او غالق لوزين تاعو. مثلا حكيت لي ليسونس هذه. سي دي شوز عباك الحوايج هذو سامبل اللي كنا تكلمنا احنا في المنتدى وهضرنا وطلبنا الوزير الاول على لاكارتوغرافي. وهذه راح نطرق لها جيست مور بعد ما تتكلم على لي ليسونس دامبورتاسيون، لانه ا دوبل ترونشون، يعني خلقوا اشكال فيما يتعلق باستيراد الماده الاوليه. باسكو لي با ديتود بريالابل، احنا لي ليسونس انا واحد من الناس اللي كنت ميليتي باش يكونوا لي زونشيغ. نعم لي زونشيغ لانه تحطهم اون كونكيرونس ويدخلوا الدرهم للدوله، نحط لي ليسونس زونشيغ ندير ان بون كاي شارج دادي لاديدوكاسيون تاعي ونمشي. قال نفتح المجال، عندك لي لونشيغيزاسيون تقدر ديرها في عده مجالات، وين كاين الرخص الاداريه نحي الرخصه وافتح المجال لي زونشيغ وتشوف كيفاش تسقم، لانه في لو سبيكتر مثلا في لي ريزو راديو الكتريك ديرهم في الولايات المتحده لو سبيكتر يدخل 150
مليار دولار وديروا لا تاكس مثلا ثم حبينا حبيت فقط نعاود نرجع لتدخل وزير الطاقه فيما يخص المناطق الصناعيه وهذه ثاني وزير الصناعه وزير الصناعه نعم وزير الصناعه فيما يخص هذيك لا عجب لا فقط نقطه واحده بما انك فتحت تدخل وزير الصناعه وزير الصناعه تطرق الى مشكل انعدام الكارتوغرافي او نيفو دو مينيستير دو لاندستري السيد بايري هل يعني خدينا كل هذا الوقت من عهد الماضى يعني من 15 سنه احنا نتكلموا على الكارتوغرافي هذه لحد الان اليوم يفاجئنا الوزير انه على مستوى وزاره الصناعه ما فيش كارتوغرافي للمؤسسات الخاصه وين السي ان ار سي وين الجهات الوصيه وين التنسيق بين القطاعات يعني لماذا ننتظر رجال الاعمال هما يتنظموا ويعطيونا اون كارتوغرافي هذه كانت تكلم عليها الوزير الاول نعم الوزير الاول وفي خطابه الاول وفي النقاش اللي كان تكلم على لا كارتوغرافي ومن بعد حنايا في القاعه قلنا باسكو هو واش كان تكلم قال لك كاين لما مشاو عندهم مي ما كاش لي ستاتيستيك ولا الاخرين ماشي غيال اكزاكت سون با فيابل 100% واش قال لك كان متخوفين لما يجي ان كونترول من عند من الاداره سواء المتعامل الاقتصادي ولا تاجر متخوف ما يعطيلوش الوثائق اللازمه البيلانس الوثائق اللازمه ويعطيوش الاحصائيات اللازمه والحاجه اللي كاينه صحيح هذا متخوف من هذا لهذا نقولوا القضيه الثقه اللي كنا تكلمنا عليها من قبل باسكو سي امبورطون الثقه لهذا حنا طلبنا قلنا كقطاع خاص كما كاين ان ديالوغ فرون بيناتنا نقدروا نعملوا اون سي كومونيكي مع المتعامل تاعنا قال لي ودي ها واش نعمل هاو الهدف تاعنا باش يكونوا احصائيات اللي يستفاد بهم هو من بعد لما نشوفوا حنا كنا بعد في في في, في, في السابق يكون المصانع من كل جهه كاين مصانع كاين كيما باغ اكزومبل لي مينوتري لي مينوتري انتشار لي مينوتري الانتشار تاع لي مينوتري اور لو بوزوان باين وين راه كيما قال نلجا الى التصدير نلجا الى التصدير وكاي لا ماتيير بروميير اللي سوفونسيوني اوسي لا في هذا الاطار اسمح لي ممكن الدوله انه تسمح امبورتيو بلو بري دو مارشي بصح نو غارونتيس دي كوموند باغ اكزومبل اون افريك علاه نقول لك ما يروحش لاوروبا باش دي برودوي فيني كيما الفارينا ما يكونش بنفس المقاييس التجاريه اللي مطلوبه في اوروبا وبالتالي حنا لافريك الي اوفرت لي مينوتري سوزيتيليزي ا 50% خليت المارشي ساتورا ومن بعد تقول ما نخليهمش خليهم يدخل يشريها ب 4200 دولار لاطون ويخدم بصح نو غارونتيس اون بالونس دو فيس اكسيدونتير لالجيري زيدي ماشي غير في هذيك لافيني تاع البترول لكن يقدر ما يستعملش الماده الاوليه المدعمه ما يستعملش الماده الاوليه يجيبها الماده الاوليه لازم تخدمها هنا لازم تنتجها منا لما تنتجها منا تقدر تهضر على مي باش تجيب الماده الاوليه من الخارج باش تعاود لو ريكسبورت هذه ما تقدرش تنافس لي مينوتري ما علاش درناهم 50% ولا لي سيدات ولا لي غير ما احنا انفستينا في هذا الاطار شوف خدمنا واش قال لك هو واش قال السيد بايري انه ما خديناش يعني واش لازم نديروا استثمارات خلقنا دي مينوتري ان بو بدون دراسه انا جي دوني ان اكزومبل على لا كارتوغرافي صحيح بلي لا كارتوغرافي ان شاء الله دوك الى رجعوا لنا باش نبداو نخدموا فيها ونوجدوها ان شاء الله وكانه متخوف سيد بايري قال الى رجعوا لنا باش فوالا لا ماشي متوخف باسكو درنا طالب دونك مازال فوالا اكزاكتوم دونك نشوفوا ان شاء الله ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله بكل احصائيات لاكارتوغرافي باش نعرفوا هي دي شوز حنا لا كونسوماسيون تاعنا ما نعرفوهاش اسكو الحليب اللي رانا نبوديوه اسكو رانا نسمعوا كلام نعاودوا نقولوا الاشاعات نسمعوا باللي حنايا الجزائر نديروا لامبورتاسيون ميم بوغ لي فوازان تاعنا ميم لي فوازان البلدان المجاوره هذو كامل يدوا منا من الجزائر بلي شوز سيفونسيوني ما زالت نقطه فقط ما بقاليش تفضل وعندي سؤال علاش عمل الجزائر انا عارف اسمح لي اسكو الجزائر نعرفوا شحال يستهلك ما بيت الحليب في العالم يقول لك نكونوا صراحه فقط لتر لا كارتوغرافي 40 160 تفضل لا كارتوغرافي ايكونوميك ما تندرش في عام ما تندرش في عامين نعم استدير لازمنا نمشوا
باه نحضروا انفسنا مع لا كارتوغرافي ايكونوميك ونديروا التخطيط ل 30 سنه 40 سنه كما دارت على المدى البعيد كما دارت كل الدول. نعم باش نعرف روحي وراني حاب وراني حاب نوصل مثلا منطقه قسنطينه كيف حاب نرجعها في الشرق باه نستهدف بها الولايات المجاوره. عندنا مثلا حاجه بسيطه جدا اللي نقدروا الان نستشر من الان نبدا نخطوا لها ونحضروا لها اعمار ليبيا. كل الدول راهي تصطف باه تصطف في اعمار ليبيا. اين نحن؟ ورانا احنا صافي من ديواش لا نديرو لكن اي فوالا لكن لازم يكون مش حاجه صعيبه يعني على كارتوغرافي لازم هي تحديد نعم لي موغاجي هذه اللي راهي كاينه نعم مازالوا لي نقطتين باش نشوفوا الناس وين يروحوا لانفيستيسمون اسكو غيالمون كل المستثمرين راح يصلحوا السيد بايري بالمؤسسات ويدخلوا في لا كارتوغرافي هذه جو بونس الحاجه اللي تقدر باسكو هذه حاجه تساعدهم تساعدهم يعرفوا وين يروح في الاستثمار تاعو يعرفوا اسكو في الانفيستيسمون يفا ديفلوبي هذا لو سيكتور ولا يفا با ديفلوبي ولا يبقى فيه ولا يشوف لي بار دو مارشي اللي يقدر يديهم. هذه تساعدو يفو لازم نشوفي كيفاش واش من الميساج اللي تبعتي ربما من بين الاسباب التي ادت بالوزير الاول الى التصريح عن اعطاء كل الصلاحيات فيما يتعلق بالعقار الصناعي للولات. يعني هذا ربما تصريح للذهاب نحو الغاء لانيراف. يعني كان ديجا كاين حاول كالبيغاف كان ديجا عند الولات كان ديجا عند لكن فيما يتعلق بتهيئه هذه التهيئه كانت على عاتق لانيغاف. اليوم التهيئه على مستوى الولايه وزير الصناعه يطلب من المتعاملين الاقتصاديين اخذ هذه الوظيفه على عاتق لي زوبيراتور ايكونوميك. واظن هذا كان مطلب يعني مطلب لي زوبيراتور ايكونوميك منذ سنوات. احنا هذه كنا طالبين طالبينها والحمد لله ان شاء الله نشوفوها في الميدان ومن بعد نعم نقولوا طالبينها. تفضل سيد مطالبي مخلوف. انا راني ذاكر محلي انه الغايه دائما نحرفوا في الجزائر انه الغايه دائما كاينه لكن طريقه الميكانيزم كيفاش نديرها لي واعره. احنا لي زون اندستريال كانوا الدوله في وقت ماذا دارت لي زيبيك. احنا لي زيبيك سي اون ارما دوبل ترونشون. لي زيبيك اون الجيري لا ولايه دالجي عندها 31 و 32 ايبيك مي لا نوسيون دو ليبيك ا بيردو تو سونس اون الجيري باسكو لي سوبفونسيوني ويخدم افيك دو دواليتي دو دروا اكسيتيرا ما يهمش بصح تعطيها للبريفي وراهم لي غارونتي لي شكون يخدم لك لا في ار دي تاع لا زون شكون لي يسوكيب دو لا جيستيون. انا نقول لك هل يستطيع المتعامل الاقتصادي اليوم لا مش المتعامل وحده هو قال اصطفوا. لا وزير الصناعه قال نعطيوها للمتعاملين هم يصيروا المتعاملين يصطفوا. نعم يعني الكلام واضح تاع السيد الكونسيغوتيف ديفينيتيف لازم يتنظموا لازم يتنظموا ويعطي لهم اون زون اندستريال باش يصيروها روح. هذا الشيء شهر يخرج نص قانوني يفتح نعم اكيد لازم كما قال الاستاذ لازم يكون نص قانوني ونشوفوا كيف نصطفوا كيفاش كيفاش واش راح تكون وضعيه لانيراف مستقبلا شنو الاستفاف هل الاستفاف نحو الالغاء يعني راح تؤدي الى كوارث. انا نقول لك الدوله بقوتها بلي زيبيك تاعها في لا جيستيون دي زون اندستريال ولي زون اميناجي ربما المدعم يسير احسن ولا المناطق الصناعيه في البلدان المجاوره نعم يسيروها الخواص يعني يسيروها الخواص ويعمل وما يكونش فيه ضياع. الانسان اللي يحتاج ان هكتار مثلا ما يديش 2 3 هكتار ولا 4 هكتار ويغلق عليهم ويخليهم ويخلي اللي يجي مستثمر اخر ما عندوش ما يقدرش يخدم وما كاين حتى كوتيزاسيون. نعم نقطه واحده فقط فيما يتعلق بالصفقات العموميه لي مارشي بيبليك. الوزير الاول يعلن انه كل الصفقات العمومية تذهب إلى المؤسسات الجزائرية إلا استثناء للمؤسسات الأجنبية. نعم هذا انعكاسها. نعم. تفضل باختصار بحريش نقول لك دائما عندنا هفوات في السياسات العمومية. تفضل أنت لما تفتح هذا المجال اللي تقول أنه احنا من منطقي أنه كي دير أبيل دوفر ناسيونال انترناسيونال راح نشاركوا فيه الجزائريين والغير الجزائريين لكن القدرة باش تحد ماشي تقولها أني في دانوس ولا في القانون في المرسوم الرئاسي تاع 2015 يتيح لك الفرصة لكن ديرها في الكاي تشارج علم الناس كيفاش تخدم دو بون كاي تشارج اللي تبريفيليجي
يجي به لاكتور لوبيراتور لوكال. اثنين، عندك التزامات دوليه راك موقع على عقود، مثلا لي غون برينسيپ اللي نعرفهم في الدروا انترناسيونال في هذا المجال، لا نون ديسكريميناسيون. دوما دوك تجي الاتحاد الاوروبي ويجيك لا فامي يقول لك سي محمد كيفاش راك تقول فوز اون تران ديسكريميني و ستادير دغوا راك تقول هنا في وجهنا. اثنين، لو تريتمون ناسيونال، لو غون برينسيپ دو تريتمون ناسيونال، انا كنت واحد من محرري قانون الاستثمار الافريقي وحنا ركزنا عليه، لو تريتمون ناسيونال للاجانب لوكو كيما لازم تضبط لهم نفس التعامل المعالجه. نخلي فقط الجزائري كي نخدم ان بو كاي تشارج، دايور حنا اون بير بوكو سور لي كاي تشارج اللي تخدموا، نروحوا للاربيتراج كافه مشاكل الجزائر. اذا كنا قادرين نمشيوا لهذا الاجراء بدون الاعلان عنه. صح، بدون الاعلان عنه، يعني صح. نفضل المؤسسات العموميه دون الاعلان عنه. الوزير يعني الاول ما استغلش حاجه ايجابيه جديده ما بين قوانين الصفقات القديمه والقانون الجديد، فيه تفويض المرفق العام لي ديليغاسيون دي سيرفيس بيبليك. هنا وين يدخل الخواص، افتح المجال باش يسوتريتيو الجانب التجاري للمرفق العام او الجانب كوتي مارشون، وهنا استوري بيناتهم لا كونكيرونس وخليهم يخدموا. مي ان فو ان كادراج دي بول باغ باغ لي. سؤال باختصار في 30 ثانيه لكل واحد منكم، هل تعتبرون هذا لقاء جامعه الاف سي يو الصيفيه والتي أخذت طابع ثلاثية موسعة نوعا ما، يعني بحضور جميع الأطراف السيد بوطالبي، هل هي ثلاثية موسعة أم أنه لقاء يمكن أن نقول أنه ناجح بامتياز السيد بوطالبي؟ أكيد هو ناجح بامتياز، وكنا باركنا لأخواننا في لفسيو، ولازم علينا أن نعرف أنه هذا اللقاء هو إشارة من الحكومة أنه لازم نتعاون جميعا من أجل بناء جزائر قوية، اقتصاد قوي، اقتصاد حقيقي مخطط وحب، يعني حسب الخطاب يعني حابين كل الوزراء اللي دخلوا حابين يرجعوا ثقة ما بينهم وبين المتعامل الاقتصادي، وهذا أهم شيء والله أعلم. تفضل السيد بايري. هي الجامعة كانت ناجحة بفضل الجميع، لكل الخبراء نشكرهم في البلاطو، لكل الخبراء، الوزراء، الوزير الأول، المنتدى، وكل كانوا بعض أعضاء الجمعيات الأخرى اللي كانوا يشاركوا في هذا، أرباب العمل واللي حسوا كل أرباب العالم، أرباب العمل، وحسوا باللي بالأورجونس، حسوا بالأورجونس تاع الديفلوبمون تاع بلادنا، وباش نواجهوا هذا الأزمة. و جو بونس باللي اون سيغتان سوليداريتي اللي نديروا بها اليد في اليد، وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع ويوقف الشعب ويوفق الشعب الجزائري. شكرا سيد بايري. سيد تير، ربما ننتظر مبادرات مماثله من الحكومه، فتح نقاش موسع حول الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه واتخاذ قرارات هامه كما تلك التي اتخذت في الأفسية باختصار. نعم، هو رئيس الحكومه او الوزير الاول قلت لك يحليله في هذا الماده، لانه يعتمد على اداره وكذلك على هيئات استشاريه، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وين راه لا بونك دالجيري افيك لا بلونش بي كونفونسيونال، ولا فتح نقاش يعني شرح. نعم. حتى الوزير الاول يتحمل الضربات تاع السوق والضربات تاع الجمهور بدون اشراك كافه الادارات. احنا المشكل تاعنا في الادارات العموميه هو الميدل مانجمنت، لازم يخدم مدراء مركزيين، مدراء عامون، لازم يتحركوا عن طريق سياسات عموميه واضحه واستشرافيه، هذا من جهه. ثم الوزير مدغر يحدد المهام، ثم قال خدموا، وبالتالي اشراك المجتمع المدني، يحدد لا بوليتيك ايكونوميك لي ثينك تونك وما الى ذلك، على امور حقيقيه لي زانسيتاسيون مثلا في الاستثمار. احنا نعطيك مثال فقط باش نختم به، عند الدول البرازيل، سنغافوره، دول الاتحاد الاوروبي ما عندهمش قانون استثمار، لكن الاستثمار هو طالع فيهم. الدنمارك ما عندهاش قانون لا للاستثمار ولا للعمل، نمر الى العمل. كفانا من الحديث عن التشريعات والقوانين، نمر اليوم لانه عندنا تشريعات جيده وعندنا قوانين جيده، يفو باسي اداره تتحسن الاكسيون. الاكسيون خلينا نستخدم، كل شيء مكتوب، خلينا نستخدم الحريه. نعم، وعاونونا نعاونكم سيد بايري. هذه عاونونا. شكرا سيد بايري، شكرا سيد بوطالبي، سيد تير على كل هذه الايضاحات. وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي، سنعود الى هذه النقاط بالتفصيل والاثراء كل على حده في مواعيدنا اللاحقه من برنامج الحوار الاقتصادي. يمكنكم اعاده مشاهده البرنامج على صفحه التلفزيون الجزائري الجزائري أطيب المنى. نلتقي في عدد مقبل بحول الله، إلى اللقاء.